الولايات المتحدة الأمريكية أساس الهدف عندها هو إيران، وأن تكون المظاهرات في عمق طهران. لذلك هي بدأت بالأطراف حتى انتقلت حمى النيران إلى داخل طهران، واليوم نشوف 53 مدينة، وتقريبا الآن أمام 12 قتيل وهنالك العديد من الجرحى. هذه نتيجة الصراع الإيراني الأمريكي الغربي، تجعل إيران تفلس لأنها فرضت حصار عليها، حصار نفط ما قيمته سنويا 50 مليار دولار، وبتروكيماويات يشكل ثلث الموازنة الإيرانية. التمدد الذي كانت ترغب به إيران في دول عربية ومجاورة انعكس سلبا على الاقتصاد الإيراني، مما جعل هذه الخلافات وهذه التظاهرات تخرج. أنا أعتقد هذه التظاهرات ستحسم أمرها وسوف تتوسع في المدن الإيرانية وحتى في العاصمة طهران، وهذا يعني أن الحكومة الإيرانية أما أن تغير سياساتها وسياقاتها في المرحلة المقبلة، وأما أن يكون التبديل أو التغيير من قبل الشعب الإيراني.